اهلا بحضراتكم مره تانية، وده ميعاد فقرتنا المعتاده مع عناوين الصحف الصادره صباح اليوم وقراءه تحليليه لما وراء هذه العناوين. ومعانا في هذه الجوله الاستاذ محمد الشماع الكاتب الصحفي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. نبتدي بعنوان صحيفه الاهرام: السيسي مكافحه الارهاب حق انساني ولا تنميه دون امان، التوازن بين حريات المواطنين ومهام السلطه وتعزيز دور القانون في الدول الافريقيه. بالتأكيد طبعا، يعني العالم كله بيمر بحالة من الإرهاب بتطال معظم دول العالم، ومعظم دول العالم مهددة بالإرهاب وشرور الإرهاب اللي يعني بيغير من أساليبه كل فترة وأخرى بطريقة سريعة وبطريقة يعني بتهدد أمن واستقرار العالم. الدور المهم والأساسي للقضاء وخاصة المحاكم الدستورية العليا في إرساء مبادئ القانون اللي تحفظ للمواطن حقه في الحياة وحقه في الأمن والاستقرار، وما بين يعني المهام السلطات في الدول الوطنية، ويعني عدم جور سلطة على أخرى، بمعنى أن السلطات عليها عبء كبير جدا جدا في مواجهة الإرهاب اللي بيغير من آلياته وبيغير من أساليبه في ارتكاب جرائمه البشعة خلال هذه الفترة. فالمحاكم الدستورية العليا عليها دور كبير. المحكمة الدستورية العليا في مصر لها تاريخ طويل في مجال القضاء، ولها سمعة عالمية ولها احترام كبير جدا جدا وخبرات يعني يمكن لا تتوافر للعديد من المحاكم الدستورية في العالم. أيوة. باعتبارها يمكن ثالث محكمة على مستوى العالم في هذا المجال المتخصص. المحكمة حريصة على أن هي تقدم للدول الإفريقية الشقيقة خبراتها في هذا المجال، عليها أيضا أنها تتبادل الخبرات مع الدول الإفريقية في مجال الحقوق والواجبات والسلطات المخولة للسلطات الوطنية لمواجهة الإرهاب وحقوق المواطنين، لأنه زي ما السيد الرئيس أكد أن بالفعل يعني من أولويات حقوق الإنسان حقه في الحياة الآمنة المستقرة اللي غير مهددة بالعمليات الإرهابية. أيضا هذا المؤتمر بيأتي في إطار رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي، اللي مصر حريصة أنها توطد علاقتها بالقارة الإفريقية في كافة المجالات، سواء كان في المجال القضائي أو الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي أو التنمية المستدامة. فأعتقد أن هذا المؤتمر مؤتمر مهم جدا جدا، ويساهم بصورة فعالة في عملية الأمن والاستقرار في إفريقيا. نعم. عنوان المصري اليوم: مصر تودع شهداء الشرطة وتقتص من الإرهاب، التحقيقات تشير انتحاري الضرب الأحمر تعلم صناعة القنابل من الإنترنت، والداخلية مقتل 16 إرهابي بالعريش. مشكلة تعلم صناعة القنابل من الإنترنت دي مشكلة خطيرة خطيرة طبعاً. وبتواجه العالم كله نفس الأسلوب تقريبا، زي ما قلت لحضرتك أن الأساليب الجماعات الإرهابية بتتطور بصورة سريعة وبصورة يعني غير مسبوقة باستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا، وده بيلقي عبء كبير جدا جدا على أجهزة الأمن والسلطات الأمنية في معظم دول العالم، وطبعا وفي مصر بصورة خاصة، لأن مصر مستهدفة بصورة يعني مركزة ومؤكدة. عملية صناعة الأسلحة بقت مسألة سهلة جدا جدا، وده بيكلف الأجهزة الأمنية برضو أنها تكون على مستوى التكنولوجيا في هذا المجال، في تتبع الإرهابيين، في متابعتهم، في ملاحقتهم، في توجيه الضربات الاستباقية. وده يمكن بالأمس العملية اللي قامت بيها القوات المسلحة في العريش واستكانت نتيجتها القضاء على 16 إرهابي، دي عملية ناجحة جدا، ودي بتؤكد أن ما زالت الدولة مسيطرة تماما على العمليات الإرهابية. يعني وقوع العمليات الإرهابية ده أمر يعني سهل يقع في أي مكان في العالم وفي أكبر الدول وأقواها على مستوى العالم. لكن اللي بيدينا الثقة في قواتنا المسلحة وفي أجهزة الشرطة المصرية وأجهزة الأمن أن الأجهزة بتتابع هذه الجماعات الإرهابية وبتلقي القبض عليها وبتوجه لها ضربات استباقية. يعني عملية التفجير بتاعت الضرب الأحمر، الأجهزة كانت متابعة الإرهابي بصورة دقيقة جدا جدا، وحتى أن هي لحظة القبض عليه يمكن كان حدث بعض يعني نقدر نقول الأخطاء في عملية القبض عليه، ده اللي كانت نتيجته أنه فجر نفسه.
كان من الممكن طبقا يعني لخبراء الامن ان هو يتم شل حركته تماما، لكن في النهايه الاجهزه لا تتوانى ولا يعني تتاخر لحظه في متابعه الارهابيين وفي استخدام ايضا انواع يعني احدث انواع التكنولوجيا في تتبعهم وملاحقتهم والحد من نشاطهم بصوره كبيره جدا. لكن خلينا نتكلم برضو، احنا ما زلنا يعني نكافح الارهابيين ونواجه الارهابيين، لكن الإرهاب أصبح فكرة. علينا أن احنا بقيت أجهزة الدولة وبقيت القطاعات عليها مسؤولية كبيرة جدا جدا في مكافحة هذا الفكر الإرهابي. احنا الفكر لا يضحطه إلا فكر، والفكر يواجه بالفكر. أما عملية استخدام السلاح فلدينا من القوات ومن الأجهزة الأمنية اللي تستطيع أن يعني تمحو هؤلاء الإرهابيين، لكن علينا أن احنا نعطي جهد أكبر وتنسيق أكبر وملاحقة أكبر لعملية الفكر، لمواجهة الفكر المتطرف. نعم. من صحيفة الأخبار، مدبول يبحث توفير السلع الاستراتيجية وخطة الحفاظ على مكانة القطن، استيراد 100,000 طن فول وسعر عادل للمحصول المحلي. الحقيقة يعني جهود استعادة مكانة القطن لازم تبقى من أولويات الدولة في الوقت الحالي. بالتأكيد القطن ده كان طبعا يعني كان الذهب الأبيض، وكان لينا يعني بالزبط. مصدر كبير جدا جدا للدخل القومي، وحتى الآن سمعته ما زال يتمتع بهذه العالمية. السمعة بالرغم من ان احنا يعني احنا ما بننتجش كما كنا في السابق. يعني القطن طويل التيلة المصري ده ليه سمعة عالمية تاريخية. لكن برضو مع تغير كل وزير للزراعة للأسف الشديد بتتغير الخطط، ومفيش استراتيجية ثابتة لتعظيم استعادة عرش القطن المصري مرة أخرى. لأن احنا بنستورد قطن طويل التيلة وبنستورد غزور وبنستورد كميات ضخمة جدا جدا. علينا ان احنا نخصص مساحات كبيرة ويكون عندنا استراتيجية متكاملة، وتبقى الاستراتيجية مستمرة، ما تبقاش كل وزير يجي يقول احنا لا نستورد أرخص، لا ما نزرعش، لا نزرع خضروات وفواكه، ولا نزرع فراولة عشان نصدرها. لا، ده محصول استراتيجي ومحصول تاريخي ومحصول له سمعة عالمية. علينا ان احنا نستخدم هذه السمعة العالمية بما يعود على تشغيل المصانع المصرية من إنتاج الغزل، وطبعا وما يتبع ذلك من عمليات إنتاج الأقمشة وعمليات التفصيل والتصدير أيضا. يعني إضافة قيمة مضافة للقطن بعملية التصنيع. القطن عنده بتقوم عليه صناعات كبيرة جدا جدا، الزيوت وعملية الكسب للمواشي وعملية علف المواشي والحيوان، دي مسألة مهمة جدا جدا جدا. الزيوت اللي بيتم استخراجها، طبعا الغزول والأقطان المختلفة بتطلع منها نوعيات كبيرة جدا جدا. ما يمكنش ان احنا يبقى عندنا كل وزير يجي يقول لا احنا هنخفض الكمية المزروعة المرة دي. لا، ما في وما فيش خطة. يعني الدورة الزراعية اللي كنا بنسمع عنها زمان ما بقتش دلوقتي، كله تارك المسألة للمزارعين يعني يزرعوا ما يشاءون. فطبعا حضرتك المزارع عايز يحقق اكبر عائد ممكن من عملية الزراعة بتاعته، فبيتجه إلى عملية زراعة الفواكه، زراعة الفراولة، إن كان تلب. إنما المشروعات الزراعات الاستراتيجية زي القطن والقمح والرز دي لازم يبقى فيه استراتيجية ثابتة ومساحات ثابتة الدولة تتدخل فيها، لا تترك المسألة كده للأهواء. تمام. من جريدة الجمهورية، شركة لإدارة المنطقة الصناعية الروسية بالقناة في أبريل، مميش نجاح كبير يعكس قوة العلاقات بين البلدين، 35,000 فرصة عمل بالمشروع وأفرع للشركات الروسية في مصر. أعتقد أنه مردود هذه التصريحات حينعكس بشكل إيجابي على سوق العمل في مصر خلال فترة قصيرة مش طويلة. تمام. حضرتك أنا يمكن أتيحت لي الفرصة أن أنا زرت المناطق الصناعية في روسيا. شيء أكثر من رائع، ويعني عملوا تقدم كبير جدا جدا في هذه المناطق الاقتصادية والمناطق الصناعية في روسيا. إقامة منطقة صناعية في روسيا في مصر بهذه الصورة على نفس التكنولوجيا والإدارة اللي اتبعتها في روسيا، أعتقد أنه هيكون ليه مردود كبير جدا جدا وعائد مجزي جدا لمصر، وهيبقى فيه نقلة اقتصادية وصناعية وتكنولوجية كبيرة جدا جدا. لأنه طبقا للمعلومات الأولية أنه هناك 50 شركة روسية عالمية أبدت استعدادها تماما، وهناك 35 منها من هذه الشركات بالفعل خدت إجراءات تنفيذية
لإقامة مشروعات وإقامة مصانع في المنطقة الاقتصادية الروسية في مصر في مختلف مجالات الصناعات، مجالات الصناعات الكيماوية وصناعات الصيدلة واللي هي صناعات الأدوية وأيضا الاتصالات وفي صناعات الجرارات الزراعية والآلات الزراعية في كل المجالات حضرتك. فده هيخلق فرص عمل ليس فقط 35,000 فرصة عمل، لكن أنا بتصور إن هيكون لأن في صناعات بتقوم صناعات مغذية وصناعات بديلة ومنتج نهائي، يعني هيكون في فرص عمل منتجة حقيقية. وعلاقتنا مع روسيا والاتحاد السوفيتي سابقا أعتقد إن كلها يعني كانت مسار إعجاب، لأنه روسيا ساعدتنا كتير في إنشاء السد العالي ومجمع الألومنيوم والحديد والصلب والمصانع كيما ومصانع الأسمدة. يعني وأوقفت خطوط الكهرباء. في تاريخ كمان من العلاقات المصرية الروسية في مجال الصناعة يعني العلاقات مع روسيا علاقات بالفعل، وده يعني توجه القادة السياسية، هذا التوجه كان أكثر من ممتاز، لأنه بالفعل بيبان نتيجة التعاون مع روسيا أو الاتحاد السوفيتي سابقا بصورة واضحة، وبتعود على المجتمع في مجالات الاقتصاد وفي مجالات السياسية أيضا. نعم. من جريدة الوطن، لجنة مصرية سودانية لتنفيذ مشروعات تعليم مشتركة، عبد الغفار يصرح مصيرنا واحد، والهادي صندوق بحثي للبلدين. طبعا يعني الحقيقة مش بس مشروعات التعليم بيننا وبين السودان اللي بتبقى ناجحة، أي مشروع بيننا وبين السودان، لأنها دولة علاقتنا جوار بيها عميقة يعني على مر السنين. للعمق المصري بصورة يعني قوية جدا جدا، يعني أحدث مشروعات يعني تسعد شعبي وادي النيل زي ما بنقول هي عملية الربط الكهربائي ما بين مصر وما بين السودان من خلال الشبكة الكهربائية الموحدة لمصر. تم يعني خلال أيام هيتم إطلاق التيار ما بين الشبكتين الكهربائية المصرية والشبكة السودانية. ده بيدي فرصة كبيرة جدا جدا لتوفير الطاقة الكهربائية للأشقاء في السودان. ده بيساعد في عملية التنمية المستدامة وإقامة الصناعات والمشروعات والخدمات والمرافق في السودان الشقيق، إلى جانب أيضا أنه هناك تعاون وتبادل تجاري ما بين البلدين في مجال الحاصلات الزراعية وفي مجال التكنولوجيا وفي أيضا مجال التعليم. مصر لينا جامعة القاهرة في الخرطوم، ودي بتقوم بدور كبير جدا جدا. أيضا هيتم التوسع في إقامة جامعات أخرى و يعني إفاد بعثات تعليمية مصرية يعني توطيد التعاون ما بين البلدين في التبادل وتوفير منح تدريبية ودراسية لأبناء السودان الشقيق في مصر في كافة المجالات. كل دي أمور بتصب في صالح البلدين. وأيضا لدينا ما يربطنا منذ الأزل وهو نهر النيل، وده هناك تعاون أيضا مهم جدا لصالح البلدين. تمام. من جريدة الأخبار، شيخ الأزهر: ندعم الاستقرار والسلام الاجتماعي في أفريقيا، مضاعفة المنح ومراكز لتعليم اللغة العربية وتأهيل الوعاظ. طبعا لأننا في العام اللي مصر رئيسة الاتحاد الأفريقي، بالإضافة طبعا لاهتمامنا المتزايد أكتر بأفريقيا، وأسوان السنة دي برضو عاصمة لأفريقيا، ففي تركيز على دعم التواصل في كل المجالات. طبعا مؤسسة الأزهر الشريف بتقوم بدور كبير جدا في إفريقيا، لكن هذا الدور أعتقد أنه بدأ يتعاظم بصورة كبيرة جدا خلال السنوات القليلة الماضية بتوفير البعثات من رجال الأزهر لشرح صحيح الدين وأيضا نشر المفاهيم الدينية الصحيحة، وأيضا إقامة معاهد ومراكز للأزهر في الدول الإفريقية، ومنح يعني تقديم منح دراسية للدراسة بالأزهر الشريف بالقاهرة للإخوة في الدول الإفريقية. مصر قامت بدور كبير جدا في هذا المجال، وأعتقد أنه حيتعاظم هذا الدور في المرحلة القادمة، وخاصة زي ما حضرتك تفضلتي في إطار رئاسة مصر بمسؤولية رئاسة الاتحاد الإفريقي وتوطيد التعاون في كافة المجالات، سواء كان مجالات التعليمية أو الثقافية أو الاقتصادية أو السياسية، في كل المجالات ومجال مكافحة الإرهاب بصورة خاصة هناك دعم و
مصر لديها خطة بل استراتيجية متكاملة لتأكيد هذا التعاون في كافة المجالات مع الدول الإفريقية الشقيقة. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ محمد الشماع الكاتب الصحفي، شكرا لوجودك معنا وإلقاء الضوء على عناوين القاهرة الصادرة صباحا. شكرا. شكرا لك. دي كانت فقرة الصحافة، أولى فقرات يومنا النهاردة في هذا الصباح، موجز الأخبار على رأس الساعة مع الزميل عاصم أبو الغار، من بعده نستكمل معكم يومنا.